ده تحت بشاير يابا. بشاير؟ بشاير ده اسم النبوت بتاع احمد الجبالي ومحدش لاقاه في البيت، صح يا زماتي؟ صح يا معلم، ده احنا قلبنا عليه البيت كله، لا لقينا لا نبوت ولا دياوله. هو ايه موضوع الدهب ده؟ وايه دخل الجبالي بالموضوع؟ انا مش فاهم، ما ترسيني يابا. وانت لو فهمت يعني هتعمل حاجه. بقول لك ايه، سيبني السعاد يعمل معروف بدل ما اسمعك كلمتين من اياهم. بقول لك يابا انا همشي اسيبك خالص. مع السلامه. يا ساتر، عملت ايه مع الشيخ؟ وانا ما طلعتش منه وعد نافع، بس هو شكله اتعبنا يا معلم. الظاهر حسن تواف حته تانيه يا معلم. احمد الجبالي ما كانش بيدخل بالنبوت بتاعه البيت، كان بيحاول ينسى الفتوانة على عتبة باب حرية، أكيد حطه في مكان تاني، أكيد قريب من البيت. اسمع زناتي، أنا عايزك تاخد رجالة كتيرة وتنزلوا يعصوا على البيوت كلها، وشوف فرج ياخد رجالته ويدوروا على النبوت ده، لازم يلاقوه. والليلة الذهب لو ما باتش في بيتي الليلة أنا هموتكم كلكم. هو إيه اللي أنا سمعته ده يابا؟ بعدين يا بنتي احكي لك على كل حاجه، المهم دلوقتي نروح نقابل احباب. ايوه بس انا عايز افهم، انت بجد عملت كده في ابو حسن؟ هو انا كمان عايز افهم ايه اللي بينك وبين حسن. نروح الاول نقابل والدتك، وبعد كده اقعد انا وانتي تحكي لي واحكي لك. يلا بنتي. السلام عليكم. انت يا دلعان يا سيدنا الشيخ؟ نعم. عايزك يا اخويا في كلمتين. امرين يا ست عزيزه. ميعاد الاجره قربت، ويكون في معلومك انها حزينه الطقطقين. بس ده ما رضيش ربنا يا ست عزيزه. هو يعني يرضي ربنا ان راجل غريب يعيش مع اتنين ستات لوحدهم في البيت؟ يا اخويا قول الحلال والحرام لروحك قبل ما تقوله للناس. لا حول ولا قوه الا بالله. ودينا معاك لاخر الشهر، وبعد كده ما اشوفش خلقتك هنا خالص، سامع ولا لا؟ بالاذن يا سيدنا الشيخ، وبدعي لنا يا اخويا. الله يغور لوحده